مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من مصر النهارده باذن الله. في النص الثاني من حلقتنا هيكون معانا موضوع مهم، الموضوع المتعلق بمخالفات البناء. النهارده رئيس مجلس الوزراء كان صريح جدا والحكومه كانت صريحه جدا في التاكيد ان مفيش مد بعد نهايه 9. المده او المهله الممنوحه للناس المخالفين عشان يبداوا اجراءات التصالح، المده دي او المهله دي تم تمديدها ووصلت لغاية نهاية 9، نهاية الشهر اللي هيبدأ بكرة إن شاء الله، يعني قدامنا شهر بالتمام والكمال، مش هتزيد يوم تاني عن الشهر، يعني 1/10 مفيش، 1/10 هتبدأ الإجراءات الرسمية المتعلقة بالإزالة. النهاردة رئيس الوزراء أكد على ده، أكد كمان على فكرة إن كل المحافظين، كل مدير الأمن يستعدوا من الآن لتنفيذ هذه الحملات، كل رؤساء الأحياء مسؤولين إن ما يتحطش طوبة على طوبة في مبنى مخالف. أمور كتير جدا النهاردة تم مناقشتها في مجلس الوزراء فيما يتعلق بمخالفات البناء، والأمور واضحة وصريحة، وزي ما قلنا لحضراتكم يوم السبت، واهم اللي يظن أو يعتقد إن الحكومة غير جادة في التعامل مع هذا الملف. اللي فات السنين اللي فاتت كلها كوم، والفترة اللي احنا فيها دي كوم تاني خالص في التعامل مع مخالفات البناء والتعدي على الأرض الزراعية. لينا النهاردة واقفة مع موضوع التعدي على الأرض الزراعية، لأن أنا كنت قريت ملخص كده لرسالة دكتوراه كانت معمولة في جامعة كفر الشيخ، يعني معلومة كده بسيطة، معلومة بسيطة بس من اللي جه في رسالة الدكتوراه اللي تم إجازتها في جامعة كفر الشيخ، إن تخيلوا حضراتكم كل فدان أرض زراعية بيتم تبويره والبناء عليه، ده معناه إن في 10 مواطنين بيفقدوا غذائهم في مصر. كل فدان واحد بيتبني عليه من مئات الآلاف أو ملايين الأفدنة اللي اتبنى عليها خلال آخر 10 سنين اتبورت واتبنى عليها مباني عشوائية ومخالفة وغير مخططة، كل فدان بيتم تبويره بيحرم 10 مواطنين مصريين من الغذاء. ممكن ما نحسهاش، يعني ممكن حضرتك وانا ما حسيناهاش، يعني لا الطماطم قلت ولا الخيار قل ولا الذره قل، ما حسيناش بده. ولكن الخطوره اللي حضراتكم شايفينها، وهنيجي هنقف على اللي حضراتكم شايفينه ده شكل، معلش لو رجعنا تاني، ده مثلا دي صوره في 2010 لاحدى المناطق. الصوره دي تخيلوا حضراتكم ده كان شكل المنطقه دي في 2003. بصوا حضراتكم الاماكن المبنيه قد ايه والخضره قد ايه. بصوا حضراتكم في 2010 استفحلت المباني قد ايه. بصوا حضراتكم في قطعتين مباني، ها بصوا حضراتكم بقى لما نوصل في 2020 من شهرين ثلاثة، هتفاجئوا حضراتكم بالمنظر اللي هنشوفه، ان تقريبا الارض الخضراء زي ما حضراتكم كده شايفين، الارض الخضراء اتاكلت تماما واتبنى عليها المباني اللي حضراتكم شايفينها. ده بيتكلم في الاف العمارات بالمناسبة المبنية او البيوت المبنية في الصورة اللي قدام حضراتكم، ده في خلال 10 سنين فاتت. فتخيلوا حضراتكم بالشكل ده، احنا بنتكلم على بؤرة واحدة بس، تخيلوا حضراتكم ان كل فدان من هذه الافدنة، ملايين الافدنة اللي تم تبويرها والبناء الجائر عليها، ده بينقص من حق حضرتك ومن حقي، من حقنا كل فدان بيخصم رصيد 10 من المصريين في حصتهم من الغذاء. ممكن ده تاني ما نحسوش دلوقتي، ولكن على المدى الطويل، يعني العشر سنين اللي فاتوا لو اتكرروا 10 سنين كمان جايين 20 30 و30 40، والله ما هنلاقي عود اخضر واحد بهذا الشكل. هنقف مع هذا الملف ونشوف تأثير ده علينا ايه، وعلى الغذاء في مصر ايه، وعلى الرقعة الزراعية وعلى المحاصيل وعلى امور كتير جدا جدا، وايه الحلول كمان، يعني كمان ايه الحلول اللي ممكن تتعمل او تكون في ايد الحكومة. ده هيكون ان شاء الله في الجزء الثاني من حلقتنا، ولكن نبدأ معاكم بمجموعة من الاخبار المهمة. كورونا مازال على الواجهة، كورونا مازال بيتصدر أخباره، بتتصدر وكالات الأنباء العالمية والمجلات الطبية المتخصصة. أحدث خبر الريميديسيفير، دواء الريميديسيفير اللي قدام حضراتكم ده، أكيد حضراتكم سمعتوه كتير جدا جدا خلال 8-9 شهور اللي فاتوا. الريميديسيفير كان بيتقال عليه الأول إن هو مخصص للحالات الحرجة فقط، إنما الحالات طبعا المصابة بكورونا COVID-19 والحالات البسيطة والحالات المتوسطة لم يكن ينصح بأنها تتعالج بالريميديسيفير. ولكن الجديد دلوقتي أن هيئة الدواء والأغذية الأمريكية FDA، وهي أحد أكبر المرجعيات العلمية في هذا الإطار، أظهرت وأعلنت أنه يمكن
استخدام ريمدسفير في الحالات المتوسطة والحالات البسيطة زي ما حضراتكم شايفين، وجاب نتائج جيدة جدا. وصل بفترة العلاج انها تكون 10 ايام بدل من 15 يوم، وبالتالي انخفاض نسبة الوفيات. معايا مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين. دكتور محمد مساء الخير يا فندم. أهلا يا أستاذ عمرو، إزي حضرتك؟ الله يسلم حضرتك وسعداء بتشريف حضرتك لينا. واعتقد ان الخبر اللي طالع النهارده من الاف دي اي بخصوص ريمدسفير اعتقد ان هو بيتسق مع التحرك المصري واللجنه المعنيه بمكافحه كورونا في طبعا استخدام ريمدسفير. اتفضل يا فندم. كنت بسال سيادتك، يعني اعتقد الاعلان بتاع ريمدسفير الخارج من الاف دي اي ان هو يمكن استخدامه في الحالات المتوسطه والبسيطه، ده بيتماشى مع البروتوكول المصري. وحضرتك الاستخدام الأساسي في حالات شديدة أو ممكن المتوسط، الحالات البسيطة لها بروتوكول آخر مختلف عن هذا، لكن هو الدواء ده بيستخدم أساسا في الحالات الشديدة، وكان التوصية العلمية بتاعته هو استخدامه في الحالات الشديدة خصوصا حالات في المستشفيات أو في الرعايات المركزة. صحيح. غير كده محتاج يعني تجارب إكلينيكية، لكن معظم الحالات سيادتك البسيطة والمتوسطة بتستجيب للبروتوكول المصري اللي احنا بنستخدمه في آلاف الحالات وجاب نتيجة جيدة. فإذا كان هيستخدم في حاجات أخرى لابد من التجارب الإكلينيكية لتؤكد هذا، أولا تؤكد هو فعلا ليه نتيجه في هذه الحالات او الحالات محتاجاها اصلا، واذا كان في اثار جانبيه في مثل هذه الحالات. دكتور محمد يعني اتفضل. عندنا الكوادر العلميه والطبيه طبعا والاكلينيكيه بتقدر تقيم اي دواء استخدامه وتاثيره على المواطن المصري او المريض المصري طبع. بحيث الاستفاده القصوى وتفادي اي اثار جانبيه لهذا الدواء. طيب دكتور محمد، احنا فين من كورونا الان؟ اين مصر من الوباء العالمي؟ حضرتك الحمد لله كثيرا، وبشكركم لان انتم الحقيقه الاعلام المصري قام بدور كبير جدا جدا، اولا في توعيه المواطنين وطمئنتهم وتحذيرهم وتطبيق وسائل الوقايه. الوضع في مصر الان الحمد لله في حالات طبعا موجوده، وفي حالات بتدخل المستشفيات، لكن الاعداد اقل بكثير قوي من الاول. من ناحيه حصل بعض الزياده في الفتره الماضيه، واحنا عندنا التفسير بتاعها وقلناه نتيجه للسفر المواطنين في اثناء فتره الاعياد، نتيجه للمصايف، نتيجه لبعض التجمعات، لكن الحمد لله ما حصلش طفره في زياده الحالات. فاذا هناك تحسن في عدد الحالات من ناحية، في شدة الحالات من ناحية أخرى، في نقص واضح في عدد الحالات اللي بتحتاج دخول مستشفيات أو رعايات مركزة. لكن أنا دايما بكمل كلامي وأقول لا بد من الاستمرار في كل الوسائل الوقائية والاحترازية واستخدام الكمامات واستخدام وسائل النظافة، ونستمر في هذا لغاية ما تنتهي فترة الخريف والصيف، الخريف والشتاء، بحيث ان شاء الله استمر في هذا على الاقل شهر مارس القادم ان شاء الله. دكتور محمد، البعض كان يتوقع نتيجه لارتفاع الاعداد خلال الاسبوع الماضي ان احنا، وكان البعض بيكرر ده، ان احنا بدانا ندخل فيما يسمى بالموجه الثانيه، هل الاستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين يؤكد هذا الكلام ام ينفيه؟ ما اقدرش اقول كده لسبب بسيط، ان انا عشان اقول الموجه الثانيه يبقى الموجه الاولانيه ما خلصت. انما احنا ما زلنا في المرحله بتاع الموجه الاولى، وشتت كل توقعاتنا من اول حاله رصدت في مصر ان بيحصل زياده في الحالات لغايه ما نوصل الى اعداد كبيره في فتره معينه ثم يبدا تناقص في الحالات. وقلنا زمان والحقيقه ده اللي حصل فعلا، ان الزياده في الحالات عندنا زياده افقيه، يعني ما حصلش كده طفره مره واحده صح. في زياده الاعداد عده الاف مره واحده، لكن حضرتك ما زلنا بنرصد حالات، بيعلن يوميا من وزاره الصحه عدد الحالات الايجابيه التي رصدت،
وطبعا في حلقات اخرى بسيطه جدا ما تخدش في هذا العدد، فانا ما اقدرش اقول ان جت موجه ثانيه عشان تحصل الموجه الاولى، لان احنا ما زلنا في الموجه الاولى. طب هي القلق او يعني او الاحتماليات ان يحصل بعض الزياده في فصل الشتاء او الخريف عندما تختلط حالات الكورونا مع حالات الانفلونزا الموسميه. صح. وعشان كده قلت لسيادتك في كلامي نستمر في الاحتياط الواجب. طب. والشديد. طب. والفتح او الانفتاح بصوره زي ما الحكومه بتعلن، صوره منتظمه وتدريجيه، فان شاء الله لو مشينا في هذا قد نتفادى اي احتماليه زياده في فصل الشتاء. طب لا قدر الله دكتور محمد عوض تاج الدين ان حصلت زياده ووصلنا لاعلى رقم كنا وصلنا له في نص يونيو اللي هو 1778 حاله تقريبا، في او لا قدر الله الاعداد زادت عندها، هل اصبح لدينا دروس مستفاده واستعداد افضل من بدايه الموجه الاولى في شهر مارس مثلا؟ جدا. يعني بكل امانه جدا، لان التجربه اللي مرينا بيها والتي اولجت كما اعلن سياده الرئيس بطريقه احترافيه وعلميه، وكل الدوله يعني ساهمت في هذا في نجاح هذه الفتره، والحمد لله السيطره على المرض ووجود استعدادات وقائيه ودوائيه ومؤسسيه في المستشفيات والمراكز، ووجود رعايه مركزه، وجود اجهزه تنفس صناعي، فكل ده موجود. وعرفنا دلوقتي في كم مزيد الحالات ممكن نفتح فين، وايه الاماكن اللي تفتح، وايه الاماكن اللي تستخدم. وعشان كده توصيتنا دايما ان احنا نستمر في هذا في هذه التجربه، بحيث زي ما سيادتك قلت لو حصل زياده او طفره في اعداد الحالات يبقى هناك استعداد او في تجربه موجوده بحيث نقدر نتدخل في الوقت المناسب. أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا، الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، شكرا جزيلا لحضرتك. أيضا معايا الأستاذ الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو لجنة الفيروسات. دكتور أشرف مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أشرف. الوضع اللي احنا فيه الآن زي ما دكتور محمد عوض كان لسه بيذكر لينا دلوقتي وضع مطمئن، ولكن بيقال ان في شكل جديد من اشكال كورونا بدا يصيب الجهاز الهضمي، ففي حاله تخوف عند الناس، فحابين نطمئن من حضرتك ونطمئن المشاهدين. تمام. هو زي ما الاستاذ دكتور محمد عوض قال، هو احنا لسه في الموجه الاولى، يعني ما فيش موجه ثانيه ولا حاجه، احنا لسه في الموجه الاولى. اغلب الحالات اللي بتيجي في الفتره دي هي حالات بسيطه، يمكن في زياده في الاعراض الجهاز الهضمي هو الاسهال او الوجع في البطن، وده مش يعني ما تخوفناش لانها مش وسيله لانتقال العدوى، لكن وسيله انتقال العدوى هي عن طريق التنفس برضه. يعني اللي يصاب باعراض نتيجه كورونا في الجهاز الهضمي واضطراب الهضم ده غير معدي؟ لا، هو لو الموضوع بسيط برضه بيبقى ايه، بيبقى العدوى بتاعته اقل من اللي عنده عدوى تنفسيه، اللي عنده اقل خطوره من العدوى التنفسيه. لان العدوى التنفسيه عن طريق الكحه او الهض او كده هو ده اللي بيصيب الشخص الاخر عن طريق الرذاذ. صح صح. طيب النصايح اللي حاليا يعني حضراتكم بتنصحوا بيها الناس واحنا داخلين على فصل الشتاء وان شاء الله هتبدا الدراسه وتبدا الجامعات، بتنصحوا الناس بيا دكتور اشرف الناس تاخد احتياطاتها ازاي؟ تمام. هو نفس النصائح اللي موجوده من قبل كده وموجوده في العالم كله، هو التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات في الاماكن المغلقه وحتى في الاماكن المفتوحه. التباعد الاجتماعي اللي احنا بنتكلم على من متر لمتر ونص مسافه بين الشخص والاخر، ده اهم حاجه في ايه، في الوقايه من الكورونا. صحيح. أنا بشكر سيادتك فندم، شكرا جزيلا دكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو لجنة الفيروسات، شكرا جزيلا. شفتوا حضراتكم طبعا وزير الصحة الأسبق دكتور محمد عوض تاج الدين برضو، واللي هو مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، بيأكد إن الحمد لله الأمور طيبة لسه في الموجة الأولى، ولكن طبعا الفترة اللي جاية الشهر اللي هيبدأ بكرة ده شهر 9 وشهر 10 و11 لغاية آخر 12، ربما دي تكون فترة الانفلونزا الموسمية اللي ناس كتير
فينا بتتعرض دايما لدور البرد القوي، يعني ده طبيعي، يعني كبار صغيرين كله بيجيله دور البرد العادي اللي هو بتاع الشتاء، وخصوصا في فترة تغيير الفصول. فهنا بتشتبه الحالات او تتشابه الحالات ما بين الكورونا وما بين دور البرد الموسمي. طيب نحصن نفسنا ازاي من الانفلونزا الموسميه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من الدكتور مصطفى المحمدي الخبير في مجال الامصال واللقاحات. يا دكتور مصطفى مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذ عمرو، مساء الخير على الساده المشاهدين. اهلا وسهلا يا فندم. نحصن نفسنا ازاي؟ الدولة النهاردة بتقول ان هي بتوفر او بدأت بالفعل خلاص بتوفر الامصال الخاصة بالانفلونزا الموسمية، اكبر دفعة من الامصال بتاعت الانفلونزا الموسمية في تاريخ مصر، 2.5 مليون عبوة او 2.5 مليون جرعة، وده رقم غير مسبوق في تاريخ مصر. حضرتك شايف ازاي ده هيأثر؟ طبعا الانفلونزا السنه دي او لقاح الانفلونزا بشكل محدد يعني بيكتسب اهميه خاصه فيما يخص مقاومه الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي، ولان احنا النهارده بنواجه وباء عالمي اللي هو الكوفيد 19 او الكورونا المستجد، والمتعارف عليه طبعا ان هو فيروس بيستهدف الجهاز التنفسي، ومتعارف برضو ان فصل الشتاء بينتشر فيه كثير من الفيروسات الخاصة بالانفلونزا ونزلات البرد، وما تعرف برضو انها بتستهدف الجهاز التنفسي. فكون ان يبقى فيه لقاح يحمي من احد هذه الفيروسات وحقق نجاحات على مدار سنين عدة سابقة، الا وهو اللقاح الخاص بمرض الانفلونزا المتعارف عليه الانفلونزا الموسمية واللقاح الخاص بها، طبعا ده هيبقى ليه اهمية قصوى في مثل هذه الظروف التي يمر بها العالم. وكانت لمصر والحكومة المصرية ووزارة الصحة المصرية خطوات سابقة في حرصها على استخدام هذا اللقاح، كما أشرت حضرتك أنها اهتمت وكان من أولوياتها الحرص على استخدام كمية كبيرة جدا من هذا اللقاح نظرا لأهميته ولضرورة توفره للمواطنين المصريين. طب إيه هي الفئات العمرية أو الفئات الطبية أو الحالات الصحية اللي حضرتك بتأكد أنها لازم تاخد تطعيم الانفلونزا الموسميه السنه دي؟ طبعا بصفه عامه احنا كنا بنستهدف باللقاح الانفلونزا كبار السن والاطفال اللي هم دون الخمس سنوات من العمر، بالاضافه للسيدات الحوامل والفئات المرضيه اللي هي اصحاب الامراض المزمنه والامراض المناعيه ومن يخضعون لأدوية تؤثر على كفاءة جهاز المناعة بشكل سلبي. النهاردة عشان ظروف البانديميك أو الوباء المنتشر اللي هو الخاص بالكوفيد 19 بنقول بنضيف لهذه المجموعة الأطقم الطبية، كل من يعمل في المجال الصحي وخصوصا العاملين على رعاية المصابين أو العاملين في مستشفيات الصدر أو الحميات طبعا بتبقى لهم الأولوية. وكانت وزارة الصحة المصرية على مدار السنين اللي فاتت برضو دي من ضمن أي المفروض نقولها للسادة المشاهدين، دائما تحرص على أن الأطقم الطبية بتاعتها أو العاملين في المجال الصحي في المستشفيات الخاصة بوزارة الصحة والمستشفيات التعليمية وما إلى ذلك أنهم يتلقوا هذا اللقاح. كويس. طيب دكتور مصطفى، هل أنا مثلا شخص من الناس اللي دايما بيجي لها في موسم الشتاء أو بدايات الشتاء دور البرد ده على طول الإنفلونزا الموسمية، هل أنا لو أخذت التطعيم ده هل ده أنا بزود مناعتي يعني ضد أي إصابة محتملة بفيروس كورونا ولا ملوش علاقة؟ الحقيقة أن التطعيمات بتدي مناعة متخصصة، بمعنى أن أنا لو أخذت لقاح مضاد لمرض معين بيسببه فيروس أو بكتيريا، الأجسام المضادة اللي بتتولد كاستجابة مناعية لجهاز المناعة بتاع جسمي بتكون استجابة متخصصة لهذا المرض. هذا يعني اني لما باخد تطعيم مضاد لفيروس الانفلونزا الاجسام المضادة اللي هتنتج هتكون خاصة لمقاومة فيروس الانفلونزا وبعض السلالات منه اللي هي متضمنة في اللقاح. لكن الأهمية فيما يتعلق بالكوفيد 19 زي ما قلت لحضرتك كده، أنا هيبقى احتمال يبقى عندي فيروسين بيستهدفوا جهاز المناعة بشكل مباشر،
لو توفر لي لقاح ضد واحد منهم فهذا شيء جيد وممتاز، وإذا توفر اللقاحين ضد الاثنين الفيروسين فهذا شيء ممتاز. أنا المتاح دلوقتي بالنسبة لي لقاح الإنفلونزا، طيب فمن هنا جت أهمية. طيب إحنا خلاص بنقول الإنفلونزا الموسمية إن شاء الله عندنا 2.5 مليون جرعة، وعرفنا الفئات اللي هي الأولى بيها إنها المفترض إنها تاخد التطعيم الإنفلونزا الموسمية، ولكن حضرتك شايف إزاي الجهود اللي بتحصل في العالم بالنسبة للفاكسين أو المصل الخاص ب كوفيد 19 او كورونا؟ هو لقاح الكوفيد 19 زي ما حضرتك عارف وكثير من الساده المشاهدين عارفين ان العالم يعمل على قدم وساق بغيه الوصول الى لقاح مضاد للكوفيد 19، وان عرفنا في اكثر من 10 مراكز بحثيه وجامعات على مستوى العالم وشركات تعمل في مجال المستحضرات الحيويه واللقاحات تسعى لأن تصل إلى هذا اللقاح وهذا المنتج البيولوجي المهم في مقاومة هذا المرض والحد من انتشاره والحد من المخاطر اللي بيسببها. وعندنا أكتر من لقاح دلوقتي وصل المرحلة السريرية الثالثة اللي هي بعدها على طول بتتم الموافقات ويتم دخوله لمرحلة الإنتاج وتوفره اللي بنتعشم إن شاء الله مع بدايات 2021 تكون العملية دي انتهت ويكون دخل العالم أو دخل مراكز أكتر من مركز على مستوى العالم في مرحلة الإنتاج وتوافر هذا اللقاح ليكون في متناول الشعوب ومتناول المواطنين كأداة قوية يقاوم بها المرض ويحد من انتشار هذا الوباء. يا رب نتمنى إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور مصطفى المحمدي الخبير في مجال الأمصال واللقاحات، شكرا لوجودك معنا. عايز أقول لحضراتكم أن من بين برضو الأخبار السعيدة النهاردة المعلومات اللي جت بخصوص الجامعات المصرية. حضراتكم اكيد تابعتم خلال الفتره اللي فاتت وبتسمعوا ان في اهتمام كبير من الدوله انشاء جامعات جديده، تطوير الجامعات المصريه، استحداث حتى انواع جديده واقسام جديده في الكليات زي الذكاء الاصطناعي وكليات للذكاء الاصطناعي. هقول لحضراتكم النهارده من الاخبار المفرحه جدا، المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نشر اللي هتشوفوه امام حضراتكم الان ان الجامعات المصريه بتواصل التميز ضمن أبرز التصنيفات العالمية بعد التوسع في إنشاء الجامعات والتوسع في إنشاء الكليات العالمية. هقول مثلا لحضراتكم من بين الأخبار الجيدة جدا يعني في هذا الإطار إن الجامعات الحكومية زادت بنسبة 17.5%. عندنا دلوقتي 27 جامعة، يعني السنة العام الدراسي اللي فات ده كان عندنا 27 جامعة. طيب من خمس سنين العام الدراسي 2014-2015 كان عندنا 23 جامعة، يعني في أربع جامعات زادوا خلال آخر خمس سنين. الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية وصلت 23%، بنتكلم في حوالي 494 كلية ومعهد، ده في العام الدراسي الماضي. من خمس سنين كنا بنتكلم فيه 401، يعني في بنتكلم حوالي 93 كلية ومعهد جديد. الجامعات الخاصة والأهلية زادت بقت 35 جامعة العام الماضي، كنا في 2014-2015 كنا 18 جامعة، يعني تقريبا بنتكلم في الضعف. أخبار برضو جميلة جدا جاية في تصنيف يو اس نيوز، مصر بتحتل المرتبة الـ 42 على مستوى العالم في مؤشر جودة التعليم في عام 2020، في حين ان احنا كنا في المركز الـ 51 في عام 2019 السنة اللي فاتت في بدايتها. معنى كده ان مصر خلال عام واحد تقدمت 9 مراكز، ده بسبب التوسع في انشاء هذه الجامعات وهذه الكليات اللي حضراتكم شايفينها واللي من بينها طبعا الجامعات الاهلية. كمان وفقا لتصنيف تايمز البريطاني مصر بتحتل المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا من حيث عدد الجامعات المدرجة في هذا التصنيف البريطاني، تصنيف تايمز لعام 2020، في 20 جامعة مصرية في مؤشر تايمز البريطاني. جنوب أفريقيا فيها 10 جامعات، الجزائر 8 جامعات، السعودية 7 جامعات، فيعني أعتقد أن احنا بنسير والحمد لله على الطريق الصحيح في هذا الإطار. ومعايا على التليفون أستاذ دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. دكتور حسام مساء الخير، وأعتقد دي أخبار طيبة جدا وراها جهد كبير. مساء الخير أستاذ عمرو، تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني خليني أقول لك ما لفت انتباهي لأول وهلة في الأخبار غير ضخامة الإنجاز، إن إحنا بنتكلم على ما حدث فعليا مش على استراتيجية عايزين نعملها. فالحقيقة ودي يعني هي سمة من سمات المرحلة الحالية.
ان ما يعلن عنه هو ما تم الانتهاء منه. وبالتالي المطلوب من الناس مش انها تسمع، المطلوب من الناس انها تشوف. فاحنا بنتكلم على 4 جامعات موجوده حكوميه، بنتكلم على تصنيفات انجليزيه وامريكيه واسبانيه، سيميجو موجوده، يعني يمكنك ان ترى بنفسك. بنتكلم على زياده في كليات النهارده والتنسيق شغال، احنا اعلنا عن انه في كليات جديده دخلت الى التنسيق. فالحقيقه انت تتحدث عن نهضه على المستوى الكمي وعلى المستوى النوعي. يعني مثلا كليات للذكاء الاصطناعي، حضرتك شايف التطور ده ازاي؟ يعني مقارنه بما يحدث في العالم، ان احنا مش متاخرين، احنا ماشيين معاهم على نفس التراك. اي نعم في فروق في السرعات، ولكن احنا موجودين برضه. يعني خليني اقول انه قبل الكورونا كانت الرقمنه والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء والبيج داتا اناليسز والتسويق الالكتروني والتعامل حتى التعليم الالكتروني، كل دي كانت استراتيجيات. النهارده بعد الكورونا اصبحت ضروريات. صح. ولا يمكن ان يتم التعامل معها على انها خطط مستقبليه. لا، لابد ان نتعامل معها على انها امر واقع لابد ان يكون موجودا حتى تستطيع ان تنجح في التعليم، تنجح في التسويق، تنجح في اي شيء. طب الحمد لله انه في الوقت التي اصبحت فيه هذه الامور ضروريات، كانت الدولة المصرية مستعدة وأطلقت بالفعل كليات الذكاء الاصطناعي، أطلقت بالفعل كليات التكنولوجيا، أطلقت بالفعل إنترنت الأشياء في الوقت اللي أنت فيه بتقول إنها ضرورية. كانت المشروع القومي للدولة المصرية الرقمية والخدمات الرقمية والخدمات، تحصيل الخدمات عن طريق الإنترنت، واللي من ضمنها التعليم الالكتروني. صحيح. ولا اتكلم فقط عن التعليم الجامعي، لكن الطالب في التعليم ما قبل الجامعه اللي بيخرج بالتابلت دلوقتي، ليس من المنطقي ان يدخل الى الجامعه فيعود مره اخرى الى الورقه والقلم. لابد ان تستكمل المسيره ليبدا بالتابلت وينتهي ايضا وهو في على راس التعليم الجامعي، او بعد ان يفرغ من التعليم طيب. الجامعي. وانا بتكلم مع حضرتك، انا ايضا مش بس بتكلم مع المتحدث باسم وزاره التعليم العالي، ولكن كاستاذ جامعي، حضرتك شايف ازاي مخرج التعليم الجامعي في مصر؟ هل في اختلاف حصل؟ وانا هنا بخاطب في حضرتك المعلم، يعني الاستاذ الجامعي، هل حضرتك شايف ان نوعيه الخريج وقدرات الخريج النهارده في 2020 اختلفت مثلا عن 5 سنين او 10 سنين فاتوا؟ لا شك انه ده حتى بيعبر عنه طلبات او الوعي الجامعي للناس في طلباتهم وهم بيقدموا في نتيجه المرحله الاولى في التنسيق. تجد انه اغلب الطلبات رايحه ناحيه الكليات اللي فيها مهنيه، تكنولوجيا وتطبيق، تطبيق اكثر من صح. الاكاديميه والنظريه. حقيقي. مش بس بتتكلم على مخرج، انت كمان بتتكلم على تغيير في الوعي الجامعي للطالب المصري، انه النهارده بقى بيتحرك اكثر نحو الكليات التي يمكن ان يطبق ما تعلمه فيها، او ما نقوله نحن في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، from E to E، من education لemployment، من التعليم للتوظيف، من التعليم للعمل، سوق العمل محتاج ايه؟ النهارده اولادنا من النادر ان هم يدوروا على نفس الكليات القمه التقليديه، هم بيدوروا على الكليات التي يمكن ان يجدوا فيها سوق مفتوح للعمل بشكل اكبر من الكليات التقليديه. فكرة ال4 جامعات الأهلية الجديدة، لما بنتكلم على المنصورة الجديدة، العالمين الدولية، جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الجلالة، حضرتك شايف ال4 جامعات الأهلية الجديدة دي اللي هي هجين أو مزيج من القطاع الحكومي الثري ليه ميراث طويل في العمل الجامعي في مصر، بالإضافة للتعاون مع الجهات الخاصة، شايف حضرتك إزاي هذه التجربة وإزاي هيكون أثرها؟ زي ما حضرتك قلت بالظبط كده، إحنا النهاردة بنتحرك على بنية تحتية مختلفة، قاعات درس مختلفة، معامل مختلفة، تتحدث عن مناهج مختلفة ومناهج مرتبطة بالدولة عايزة تروح فين. يعني النهاردة لما نلاقي كلية
الزراعة أو الاستزراع الصحراوي في الوقت اللي الدولة فيه السيد الرئيس بيعلن عن 1.5 مليون فدان. طب مين اللي هيشتغل في 1.5 مليون فدان دول؟ مين اللي هيشتغل وفق أسس علمية أكاديمية؟ ده بنتكلم على كليات الاستزراع السمكي، مع النهاردة بنعلن عن أكبر مزارع سمكية في الشرق الأوسط. مين اللي هيقوم بأداء هذا الدور؟ هم خريجي هذه الكليات. لما بنتكلم على التصنيع، لما بنتكلم على حتى كليات الإعلام، تتكلم فيها على الميجا ميديا برودكشن، الإنتاج الإعلامي الضخم. فالحقيقة أنت تؤهل الذين سوف يعملون وفق خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030. هو ده الجامع. في نفس الوقت بتربطهم بتوأمة ومع كليات وجامعات عالمية. النهاردة كان لسه السيد الوزير بيقطع مع جامعة لوفيل عشان كلية الهندسة كبداية، أو برنامج الهندسة، بقى خليني أقول بشكل أكثر دقة، برنامج الهندسة في جامعة العالمين. فأنت تربط الطالب على أرض مصر بشهادة عالمية بمنهج عالمي، عشان مش بس تخرج لسوق العمل المصري، أنت كمان ليك نظرة أن تخرج لسوق العمل سواء العربي القريب أو حتى العالمي. يعني خريج كلية الهندسة في جامعة العالمين الدولية هيبقى شهادته معتمدة من هذه الجامعة الدولية. هي مش بس معتمدة، احنا طموحنا انه يبقى واخد شهادة مزدوجة. مزدوجة. حضرتك معلش انا اسف، قلت لي جامعة ايه؟ جامعة لوفيل في ولاية كنتاكي الامريكية. في امريكا. ايوه. طيب ده خبر جيد. غير المؤاخاة اللي مع الجامعات الانجليزية اللي بتحصل حاليا مع الجامعات اليابانية. فانت بتتكلم على توأمة ومناهج مختلفة. عظيم. أفق مختلفة، أطر، حتى في زي ما حضرتك بتتكلم على بنية تحتية مختلفة. على طريقة في التعامل مع أعضاء هيئة التدريس واختيارات لأعضاء هيئة التدريس مختلفة، طرق في اختيارات الطلاب مش معتمدة فقط على المجموع، معتمدة على الكثير من العوامل اللي في الآخر بتضمن أن تحصل على طالب نابغ، فهو إذن خريج نابغ، فهو مواطن نابغ، يخدم بلده ويخدم نفسه أكيد. يعني ما يكونش رقم في طابور طويل من العطالة. يعني أنا بشكر سيادتك يعني جزيل الشكر الأستاذ دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وإحنا بنتكلم على التعليم وبنتكلم على أخبار التعليم والجامعات، الحقيقة النهاردة في خبر لطيف جدا. يعني احنا كمصريين لا نخلو ابدا 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 من المواقف اللطيفه والطريفه. على كابتن ايمن الكاشف كده، ايه القطايف واللطايف يعني. فاحنا القطايف واللطايف عندنا كتير بالمناسبه، كل يوم في قطايف ولطايف. من بين القطايف واللطايف النهارده قصه جميله قوي. في شاب اسمه يوسف جمال، شاب كده جميل 19 سنه لسه واخد دبلوم الصنايع، لسه ناجح من كام يوم، خد الدبلوم الصنايع وجاب كام؟ جاب 68% في الدبلوم. فيوسف فوجئ بخاله بعت له هدية نجاحه 250,000 جنيه كاش زي ما حضراتكم شايفين، ويوسف فردهم على السرير وبيتصور جنب ال 250,000 جنيه الهدية من خاله، هدية النجاح في دبلوم الصنايع بمجموع 68%. يعني اقول لك ايه، الف مبروك يا يوسف. الله يبارك فيك يا استاذ. مبروك على الفلوس الاول. الله يبارك في حضرتك، خير عليكم جميعا. طبعا يوسف انتوا بتشوفوا حضراتكم برضو لقطات تانية، لان يوسف برضو هو ممثل واشترك في كم عمل، يعني مسلسل ايوب مع النجم مصطفى شعبان، ومسلسل ابن اصول مع النجمة حمادة هلال. فقول لي بس ايه حكايه الربع مليون جنيه دي؟ يعني اتفاجئت بالهديه دي من خالك؟ الو. ايوه بقول لك يا يوسف، اتفاجئت بال 250 الف جنيه هديه النجاح؟ انا لحد دلوقتي والله مش مصدق. والله مش مصدق. هم مش دخلوا حسابك ولا ايه؟ لا، هم دخلوا في حساب والدتي. حضرتهم ده صح، ده على السرير مش في الحساب. احكي لي القصه جت ازاي؟ القصه ان انا هو في البدايه انا بمثل وعندي حلم وعندي طموح ونفسي انجح واطلع حاجه كويسه، تمام؟ وخالي علاقتي بيه كويسه جدا، يعني هو بالنسبه لي اكتر من اخوالي التانيين، كمان علاقتي بيه حلوه.
وهو معايا كمان غير اخوات، يعني معايا العلاقه مستمره اكتر من اخواتي انا وصاحبي وابنه حاجه. تمام يا استاذ؟ سامعك جدا، كمل. وبس يعني في علاقه بينه، وهو دلوقتي بره مصر وانا موجود. هو بيشتغل بره مصر. تمام. بيشتغل ايه؟ على طول يعني. بيشتغل ايه؟ بقول لك شغله بره مصر، بيشتغل في شركه مظلات كده يعني، هو صاحب الشركه اساسا. شركه تندات يعني. تندات بالظبط. تمام، بيشتغل بره يعني مصر. هو قبل كده بعت لي كذا هديه. ربنا يكرمه ويوسع عليك. المره دي يعني. الو؟ طب بس قول لي برضو، معلش يعني انا مثلا افهم ايه، ان انا مثلا ممكن انجح، فممكن اخري كان صندوق بيبس يعني، الاقي ده صندوق بيبس يعني، انما ومعظمنا كده 3 4 ازاي شربات يعني يوم ما الدنيا تبقبش قوي 500 جنيه 1000 جنيه يعني، انما 250 1000 جنيه دي كتير شويه، ولا انت مش شايف ده؟ حضرتك لو تعرف علاقتي بيها اديني اكتر من كده كمان. الحمد لله. طب يا سيدي، ربنا يا رب يعني يخلي لك خالك يا رب ويبارك فيك، ولكن قول لي هتعمل ايه بقى بالمبلغ ده؟ وخصوصا ان انت بقى في مجال التمثيل، فشكلك ايه محتاج انك انت تجيب شويه حاجات يعني. دي حقيقه فعلا. احنا اول حاجه نفسي اعملها ان نفسي الصراحه اشتري عربيه، وكان كان ان انا اشتريها من تعب انا جايبها. تمام يا استاذ؟ انا يعني استاذنك معلش بس يا يوسف، لو علنت صوتك شويه. الو؟ ايوه، علي صوتك بس شويه يوسف، معلش الصوت بعيد. قول تاني كده. علي صوتي اقلب على محمد رمضان. لا لا لا، حلو كده، كمل كمل يا حبيبي. بص قول ايه. الو؟ ايوه معاك. فبس لو عرفت هي اديني اكتر من كده يعني، وهم دلوقتي حاليا في حسابهم دي. طيب يا سيدي، الف مبروك. ألف مبروك على النجاح، ونتمنى لك التوفيق، وحيلنا خالك، وربنا يا رب يخليه لك ويخليك ليه، ويبعد عنك العين يعني، دي برضو أهم حاجة، ربنا يبعد عنك العين، وإن شاء الله تصرفهم في الخير إن شاء الله. وده نموذج يعني، إحنا يعني حبينا نوري حضراتكم كده حاجة من الحاجات اللطيفة اللي بتحصل في مصر يعني. نخرج لفاصل، وبعد الفاصل عندنا وقفات كتير مهمة، خليكم معنا. صرح تعليمي جديد في مصر، الجامعات الأهلية. فهناك 8 جامعات أهلية تضم 50 كلية متنوعة، بالإضافة إلى برامج دراسية فيها تتماشى مع أحدث البرامج التعليمية في الخارج، ومنها على سبيل المثال جامعة الجلالة الأهلية. تقام على مساحة 173 ونصف فدان لجميع المراحل، وتستهدف إعداد الكوادر البشرية، وتعتبر من الجامعات الذكية لاستخدامها أحدث المناهج والتكنولوجيات الحديثة. وتضم الجامعة 15 كلية هي الطب، الهندسة، طب الأسنان، الفنون، الإنتاج الإعلامي، العلوم الإدارية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الغذاء والصناعات الغذائية، العلوم، العمارة، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، العلاج الطبيعي، الصيدلة، علوم وهندسة الحاسب. وبالانتهاء من جميع المراحل المقرر قبولها بالجامعة، مقدر لها أن تستوعب 12750 طالباً في مراحلها الثلاث. تعتمد الدراسة بالجامعة على نظام الساعات المعتمدة الذي يتيح للطلاب اختيار المقررات في كل فصل دراسي، وذلك تحت إشراف أكاديمي يتابع تقدم الطالب وقدرته على متابعة دراسته بنجاح. وتضم الجامعة برامج دراسية حديثة تصل إلى 65 برنامجاً، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل شهادات الثانوية العامة وأوائل شهادات الثانوية الفنية للالتحاق والدراسة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسي المقبل، على أن يتحمل صندوق تحيا مصر تمويل تكاليف تلك المنح. وسيشارك العديد من العلماء المصريين بالخارج في الجامعات الأهلية الجديدة التي ستبدأ الدراسة بها خلال هذا العام الدراسي في مختلف التخصصات.
رؤية عالمية بعيدة المدى تسعى جامعة الجلالة من خلالها أن تكون رائدة محلياً وإقليمياً ودولياً عن طريق إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة تتوافق مع احتياجات سوق العمل من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة. من مصر، محمد خالد. في هذا المنزل البسيط عاش محمد عبد الوهاب نجم النادي الأهلي والظهير الأيسر للمنتخب الوطني بقرية سنورس بمحافظة الفيوم، ولم يتبقى سوى مدخراته التي نجح في الحصول عليها طوال سنوات تميزه الكروية. في ذكرى رحيله 14 ما زال محمد عبد الوهاب عالقا في أذهان جماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها نظرا لموهبته الكروية وتميزه على المستوى الأخلاقي. لم ينسى أهل القرية محمد عبد الوهاب الشاب الصاعد الذي ظهرت موهبته وهو في سن 14 بمركز سنورس بالفيوم، وكيف كان يتعامل معهم في بداية حياته وبعد شهرته الكروية في النادي الأهلي. محمد عبد الوهاب الله يرحمه كان حد كويس جدا ما شاء الله عليه، ومن أيام ما كان متواجد هنا في الساحة تمام كانت كل الناس متنبئة له ما شاء الله عليه، يعني شخص الله أكبر يلعب في أكبر أندية في مصر، ملتزم بيحافظ على الصلاة في أوقاتها، بيتكلم دايما عن الدين وعن الأخلاق، لمم الفرقة حواليه، ابتدى يتكلم عن موهبته ككورة، ابتدينا احنا نشوفه ونقعد معاه وابتدى يقعد معانا وابتدى موهبته تظهر كل يوم عن التاني. محمد كان من أطيب الناس، الناس كلها بتحبه نفس النورس، وفرحنا كتير مع المنتخب ومع النادي الأهلي، وكان لي طبعا أهدافه مميزة، طريقته اللعب جميلة وممتازة. حقق عبد الوهاب خلال مشواره القصير في الملاعب 10 بطولات، منها 7 بطولات مع النادي الأهلي و3 بطولات مع منتخب مصر، كما شارك مع الأهلي في 26 مباراة للدوري العام و9 مباريات بدوري أبطال إفريقيا. ظل عبد الوهاب طوال حياته عاشقا للساحرة المستديرة، وإن كان رحل عن عالمنا بجسده في 31 من أغسطس عام 2006 في أحضان استاد مختار التتش، إلا أنه ما زال باقيا بروحه محفورا في قلوب عشاقه وجماهيره والوسط الرياضي. من مصر، محمد خالد. الله يرحمه ويحسن إليه، محمد عبد الوهاب كان صغير السن ولكن كان كبير القيمة. ما عشناش إحنا كجمهور كورة يعني ما شبعناش من موهبته، مش هيغلى على اللي خلقه طبعا، ولكن زي ما بيقولوا كده كان ابن موت، يعني واحد من أفضل من الناس اللي لعبت ظهير أيسر في النادي الأهلي، يعني حتى أنه هو جه لعب على جيلبرتو، جيلبرتو كان أصيب فلعب على جيلبرتو في 2005 وثبت أدامه في 2005، وكان ليه دور مع الأهلي في بطولة أفريقيا قدام النجم الساحلي واقتنع بيه جوزيه، وبعد كده راح مع كابتن حسن شحاتة أبو الروحي من أيام منتخب الشباب في 2003 وجابه في 2006 وحقق البطولة الأفريقية في استاد القاهرة في 2006، ولكن سبحان الله مشيئة ربنا سبحانه وتعالى أن يذهب هذا الشاب الجميل الخلوق إلى بارئه وهو لسه في عز شبابه وفي موقف الحقيقة أبكى مش بس لاعبي النادي الأهلي وقتها في مختار التتش، ولكن ومش بس الأهلوية، ولكن كل الناس المصريين اللي كانوا يعرفوا محمد عبد الوهاب وبيتنبأوا لهذا الشاب وهذه الموهبة صغيرة السن إن هيكون لي مكان، ولكن سبحان الله يعني الله يرحمه ويحسن إليه. هقول بس لحضراتكم، أوري حضراتكم كده حاجة كتبها محمد عبد الوهاب بخط إيده قبل ما يتوفى بيومين اتنين، قبل ما يتوفى ب 48 ساعة. الكلام ده محمد كتبه بإيده في غرفة خلع الملابس في النادي الأهلي.
كتب ايه بقى؟ ده بخط ايد محمد عبد الوهاب بالمناسبه، يعني من غرفه خلع الملابس في النادي الاهلي على الدولاب بتاعه، كتب: سبحان الله، لا تبكي نفسي على شيء قد ذهب، ونفسي التي تملك كل شيء ذاهبه. يعني الراجل ده الله يرحمه ويحسن اليه كان عنده شفافيه، كان حاسس ان خلاص بعد ساعات قليله يعني هتفيض روحه الى بارئه. عشان كده محمد عبد الوهاب رغم انه ما قضاش كتير في الملاعب، ما خدش يعني مشوار وصولات وجولات واتكتب عنه وطلع في برامج كتير زي ما بنشوف الناس، ولا خد ملايين زي الناس اللي خدت، ولا حقق بطولات زي الناس اللي حققت، ولكن لما تشوفه النهارده بعد 14 سنه ازاي الناس النهارده فاكراه، اكيد حاجه لازم نتوقف عندها. شوفوا مثلا النادي الاهلي النهارده، طبيعي ان هو ينعاه. شوفوا النهارده تغريده النادي الاهلي وهو بيتذكر محمد عبد الوهاب بعد ال 14 سنه على رحيله. النادي الاهلي بيقول: الجميع هنا يفتقدك بشده، الجميع هنا لن ينساك. طبيعي، ده النادي الاهلي الله يرحمه ويحسن اليه. نشوف مثلا عصام الحضري نعى محمد عبد الوهاب، قال ايه؟ عصام الحضري بيقول: الذكرى ال 14 لوفاه اللاعب الخلوق الذي مثل منتخب مصر والنادي الاهلي، الكابتن محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، وبيدعي له كابتن عصام الحضري. المهندس هاني ابو ريده بيدعي له والنهارده المهندس هاني ابو ريده عمل التغريده دي في نعي محمد عبد الوهاب، بيقول: قبل 14 سنه فقدت الكره المصريه احد ابنائها المخلصين، رحمه الله او رحم الله الخلوق محمد عبد الوهاب. كابتن مجدي عبد الغني برضه نعى محمد عبد الوهاب الذكرى ال 14 على رحيل نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر محمد عبد الوهاب، لا تنسوه من صالح دعائكم. كابتن احمد شوبير برضه بينعاه، بيقول: سيظل خالد في قلوبنا وعالق باذهاننا اليوم تحل ذكرى مرور 14 عام على رحيل نجمنا محمد عبد الوهاب، وهاشتاج لن ننساك. كابتن شريف عبد الفضيل الزامل محمد عبد الوهاب الله يرحمه، بيقول: سيظل خالدا في قلوبنا وعالق باذهاننا لانه اعلى من قيم الاخلاق والانتماء لانه محمد عبد الوهاب. ياما بقى، يعني عايز اقول لحضراتكم كتير من اهل الرياضه، من اهل الفن، من كل الفرق، من كل المشجعين، كل النهارده بيتذكر محمد عبد الوهاب. كل شيء بيفنى، كل شيء بيفنى الا السيره الحسنه والسيره الطيبه اللي كان بيتمتع بيها محمد عبد الوهاب، الله يرحمه ويحسن اليه ويسكنه فسيح جناته. وبنشد على ايد اهله، لان اكيد النهارده برضه بدايه هذه الذكرى، وكان يعني ظروف الوفاه كانت مفاجاه شويه. معانا من منزل محمد عبد الوهاب الفيوم في مدينه سنورس الاستاذ محمود عبد الوهاب، شقيق الكابتن الراحل محمد عبد الوهاب. يا استاذ محمود، اهلا بحضرتك معانا، ويعني سعداء بوجودك معانا. اهلا وسهلا بك يا استاذ عمرو. يعني شايف ازاي النهارده رغم 14 سنه على رحيل محمد الله يرحمه، وشوف يعني عمره كان صغير، يعني ما كانش واخد مساحه كبيره بقى في الاعلام زي ما هو حاصل اليومين دول، ولكن لما تلاقي كباتن كوره، ولما تلاقي لعيبه صغيرين، ولما تلاقي فنانين، الكل بينعم بوهاب بعد ال 14 سنه دي، احساسك ايه؟ واحساس الوالده ايه؟ واحساس اهلكم ايه؟ والله يا استاذ عمرو احساسنا كله ان احنا فخورين بمحمد وسعداء بمحمد جدا، ودايما بندعي له، وسعداء بالناس اللي بتفتكره دايما في ذكراه وبنحب يعني اشكر كل الناس طبعا ان هي بتفتكره وتدعي له، واشكر حضراتكم طبعا ان انتوا فاكرينه. محمد كان ابن موت، ما كانش ابن حياه اساسا. صحيح صحيح، الله يرحمه. مين دلوقتي حريص من زمايل محمد الله يرحمه، من كبات النادي الاهلي، وحتى من غير النادي، من بره النادي الاهلي، يعني زمايله في منتخب 2006 اللي دايما حريصين ان هم يتصلوا ويسالوا ويودوا ويعني يتواصلوا مع اهل عبد الوهاب؟ والله يا استاذ عمرو حاليا ما فيش غير كابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي بيتواصل باستمرار. كابتن كان سيد. الاول ما في ناس بتتواصل، لكن حاليا كابتن سيد بيجي عندنا البيت، بيتواصل بالتليفون، بيتواصل مع اخويا احمد الكبير برضو. عشان برضو جاركم من الفيوم يعني. من برضو. جارنا هنا من الفيوم، وقت ما بينزل يزور اهله لازم يعدي على والدتي ويزورها. ربنا يديها الصحة. يعني شايف ازاي المفارقة الغريبة الحقيقة، يعني ان محمد الله يرحمه، وانا والله مش حابب ابدا اجدد الاحزان قد ما احنا بنتحدث في سيرة الراجل الله يرحمه، يعني هو كان راجل يعني ما بينه وما بين ربنا عمار، يعني حسن الخلق ده ومحبة الناس دي هبة من عند ربنا، وناس بترحم عليه حتى بعد 14 سنة محدش نسيه، ان هو يكتب بخط ايده
انه كل حاجه زائله وكل ما يملك زائل وكل اللي بيملكه هيروح، حتى نفسه اعز ما يملك هيروح. يعني هل هو كان حاسس؟ هل كان عنده الشفافيه دي؟ هو محمد احنا قبل ما يتوفى بحوالي 6 ساعات مثلا هو كان موصلنا الموقف انا والحاجه وهو كنا عنده اليومين دولت، كان هو محمد عنده الاحساس بكده. اتكلم معاك بتقول له لا يا محمد انا مش هقدر استحمل ان انت كان بيتكلم في ان كان بيقول لي والدتي ان هو مش هيقدر يستحمل وفاتها ابدا قبليه، فهو كانت بتقول له لا يا محمد ولا انا هستحمل وفاتك، فهو كان دايما بيتكلم ان هو كان يقول لها لا اطمني وانت لازم تتعودي على كده لان انا اللي هتوفى قبليكي. لا اله الا الله. هو كان عنده احساس بكده. محمد عبد الوهاب يعني رحل، يعني هو من مواليد 83 ورحل في 2006، يعني في العشرينات من عمره، كان بيحلم بايه؟ وهو حتى وشه يعني الله يرحمه ويحسن اليه كان بريء، تحس ان هو كده حاجاته في الدنيا بسيطه، احتياجاته في الدنيا، احلامه بسيطه، ولكن انت اخوك وتقرب منه، كان بيحلم بايه؟ كان بيتمنى بايه لو كان ربنا اداله العمر؟ هو كان بيتمنى طبعا انه اللعب في الاهلي اساسي، طبعا هو كان ده حلمه من يوم ما بدا يلعب كوره انه يلعب في الاهلي اساسي، كان بيحلم بكده والمنتخب ويحقق بطولات وكده. الله يرحمه ويحسن اليه، واحنا معاكم واحنا دايما محمد عبد الوهاب في قلوبنا، مش بس يعني مشجعي النادي الاهلي وعشاق النادي الاهلي، ولكن كل انديه مصر وكل الناس اكيد طبعا بتحب محمد عبد الوهاب، وفي اليوم ده بالذات دايما بتترحم عليه، وانا بوجه لك كل الشكر وارجوك يعني سلامنا للاسره الكريمه وللوالده ربنا يديها الصحه. شكرا جزيلا استاذ محمود عبد الوهاب شقيق النجم الراحل. الف شكر يا استاذ محمد عبد الوهاب، الله يرحمه ويحسن اليه. أستاذكم نروح لفاصل، وبعد الفاصل نفتح بقى ملف مخالفات البناء وإزاي البناء الجائر على الأرض الزراعية أثر وهيأثر علينا. يا ترى شكل الأراضي الزراعية كان إيه من 10 سنين والنهاردة عامل إزاي بعد ما حصل الجور على الأراضي الزراعية خلال آخر 10 سنين؟ خليكم معنا بعد الفاصل إن شاء الله. أضرار عديدة على الدولة والمواطن بسبب التعديات على الأراضي الزراعية. فوفقاً للبيانات الصادرة من وزارة الزراعة عام 2019 تكشف أن خلال الفترة من 25 من يناير عام 2011 حتى يوليو 2018 بلغت 1,900,000 حالة تعد على الأراضي الزراعية. وفي عام 2017 أصدرت وزارة التنمية المحلية تقريراً خاصاً بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ورد فيه أن عدد المباني المخالفة تقدر بقيمة 257,000 مخالفة، مما يعني تقليل مساحة الرقعة الزراعية المستخدمة للزراعة. وكشف حصر آخر لوزارة الإسكان عام 2018 أنه بلغت 2,800,000 عقار مخالف، ووصل إلى 3,000,000 عقار مخالف وفق تقديرات لجنة الإسكان بمجلس النواب. ورصد التقرير انتشار العقارات والمناطق العشوائية في 226 مدينة تشكل القطر المصري، ووصلت نسبة العشوائية من المباني إلى 40%، وذلك في محافظات الإسكندرية، الشرقية، القاهرة، الجيزة والقليوبية، والتي تعد أكثر المحافظات في انتشار المباني العشوائية. ومن ضمن الأضرار الاقتصادية التي تستنزف خزانة الدولة نتيجة لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتي تؤدي إلى استيراد السلع الزراعية والغذائية المدعومة من الخارج بكميات كبيرة. ويعتبر عدم التصالح في مخالفات البناء والاستيلاء على أراضي الدولة الرادع الأكبر والأكثر فاعلية وكفاءة للحد من انتشار واستمرار مخالفات البناء، حيث تساعد حصيلة التصالح في مخالفات البناء الدولة في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتطوير الكباري والطرق والخدمات التي تقدم للمواطنين. كما تعود أضرار عديدة على المواطن نتيجة لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية في المحافظات، التي على رأسها
تبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها، وهو ما يؤدي لخسارة رقعة زراعية هائلة، ويضر ذلك بمصالح المواطنين. من مصر، محمد خالد. اللي حضراتكم شفتوه ده هو جزء من كل الصورة بمجملها مخيفة. الصورة بمجملها لما نبص قبل وبعد من 2010 لحد 2020 في العشر سنين، كم تبوير الأراضي الزراعية اللي كانت بتمثل القوت الشعب عايش عليه، لما نبص على التبوير اللي حصل والنهاردة احنا فين ومن 10 سنين كنا فين، بالتاكيد شيء مخيف. عرضنا لحضراتكم بعض الصور من بعض النماذج والبؤر دي وازاي تطورت خلال العشر سنين. السؤال، لو دلوقتي الدوله اتاخرت في هذه الاجراءات، يا ترى مصيرنا هيكون ايه سنه 2030؟ خلوني ارحب بضيوف الكرام في الاستوديو، نشوف الوضع عامل ازاي وخطوره التاخير ولو يوم في هذه الاجراءات، وبالتالي الحلول اللي ممكن تكون قدامنا تبقى عامله ازاي. برحب بضيوفي الكرام. عن اليمين سيادة النائب اسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب والعضو المنتدب من البرلمان في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء مع الحكومة. سيادة النائب أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا بحضرتك. برحب بالدكتور مهندس شبل ضحى، مقرر اللجنة المركزية لقانون التصالح في مخالفات البناء بنقابة المهندسين ونقيب المهندسين بالمنوفية. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بستك. اهلا وسهلا. برحب بضيفي الكريم ايضا الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعه. دكتور محمد اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. وهيكون ان شاء الله ضيفنا عبر زوم دكتور محمود غيث، رئيس الجمعيه المصريه للتخطيط العمراني واستاذ التخطيط بجامعه الازهر، عشان نعرف التخطيط والاحوزه العمرانيه وايه البدائل اللي ممكن تتم في هذا الاطار. فبرضه ان شاء الله هنرحب بيه الدكتور محمود غيث. ولكن اطرح على ضيوفي الكرام، اسمحوا لي ابدا بالزراعه، بوزاره الزراعه. يا دكتور محمد، لو الدوله، ويا ريت نشوف شكل، معلش، التصوير الجوي ونشوف قبل وبعد والبؤر ازاي اتطورت زي ما حضراتكم كده شايفين دي في 2003، هنشوف ازاي بقت عامله ازاي في 2010، هنشوفها ازاي كبرت واستوحشت في 2020. ده في 2010، بصوا حضراتكم نفس المكان في 2020 هيبقى عامل ازاي، شيء مخيف زي ما حضراتكم كده شايفين، واختفت الرقعه الزراعيه. دكتور محمد، لو اتاخرت الدوله المصريه يوم وانتظرنا لحد 2030، الوضع هيبقى عامل ازاي؟ لا طبعا هيبقى وضع مأساوي. الحقيقه احنا بنشوف الدوله، بنشوف كل اجهزه الدوله بتتحرك في اطار منظومه هدفها تحقيق الامن الغذائي للمواطن المصري، وبننظر الى هذا الملف على اعتبار ان هو جزء اصيل من اجزاء الامن القومي، ان ما كانش واحد من اهم اجزاء الامن القومي. فالدوله بتضخ استثمارات ضخمه جدا في ملف التوسع الافقي في الرقعه الزراعيه، بتكلفه فدان الارض بيكلفنا اكتر من 500,000 جنيه، غير ده في الاستصلاح. في الاستصلاح، غير ان احنا بنعمل محطات رفع ومحطات معالجه مياه ومحطات تحليه مياه وعدد كبير جدا من المشروعات المكمله اللي بنقدر نعملها علشان نشجع كمان المواطنين ان هم يروحوا يستصلحوا في الارض الزراعيه. الفدان المستزرع او المستصلح بيتكلف 500,000 جنيه تقريبا، غير باقي الخدمات اللي حواليه عشان يطلع للنور. بالظبط. محطات مياه ورفع والكلام ده كله. بالظبط. طيب احنا فقدنا خلال اخر 10 سنين كم فدان؟ احنا فقدنا، احنا كان عندنا حوالي ما يقرب من 2 مليون حاله تعدي، 1.9 وشويه كسور كده، تقريبا 2 مليون حاله تعدي باجمالي 88,000 فدان. احنا في عرض ان احنا دلوقتي بنقوم باستصلاح كم كبير جدا من الاراضي وبنضخ كم كبير جدا من الاستثمارات، علشان احنا اولا احنا عندنا رقعه زراعيه بتاعتنا بتكفي احتياجاتنا في بعض المحاصيل، وبنستورد في بعض المحاصيل الاخرى وبنصدر بعض المحاصيل. احنا النهارده عددنا وتعداد السكان، احنا بنتكلم في 100 مليون تقريبا او 104 مليون. طيب في 2030 لو حضرتك بصيت لتعداد السكان هيبقى قد ايه، احنا محتاجين نزود على الرقعه الموجوده حاليا مساحه اكبر علشان نقدر نوفي احتياجات المواطنين، مش ناخد من الارض الزراعيه بتاعتنا. حضرتك بتقول 88,000 فدان. بالظبط. طيب اروح لسياده النائب اسماعيل نصر، حضرتك عضو لجنه الاسكان في مجلس النواب. النهارده كان في دراسه في جامعه كفر الشيخ، رساله دكتوراه بتقول ان كل فدان بيتم تبويره والبناء عليه زي ما شفنا في المسح الجوي كده، ده معناه ان في 10 اشخاص من المصريين بيفقدوا الغذاء. فلو بنتكلم في 88,000 فدان، يعني شوف حضرتك بقى كل فدان اضرب بقى قدامه 10 اشخاص، يعني حوالي مليون، حوالي مليون مواطن بيفقدوا بالتالي الغذاء في مصر بسبب تبوير هذه المساحات اللي دكتور محمد تكرم بذكرها. احنا الى اي درجة امام كارثة في تآكل الارض الزراعية؟ في الحقيقة طبعا احنا امام موقف مخيف، وموقف اشد خطورة من كثير من القضايا اللي احنا قدامنا، ويمكن
سيادة الرئيس كان صريح وواضح في انه يوصف هذا الموقف ان احنا نترك الارض الزراعية تتآكل امام اعيننا ونترك هذا الموضوع بدون ان نتخذ اجراءات صارمة واجراءات انا عايز اقول بجانب الصرامة الاجراءات التي فيها احاول امنع هذا التصرف او هذه الاعمال ان تتم بالقانون وبالاجراءات وبالتخطيط وبالدراسة، لان انا النهاردة لا يمكن ان نتهاون في ان احنا نضيع شبر ارض من الارض الزراعية. الموقف انا بقول مخيف. ليه مخيف؟ لانه يتصل بالامن القومي المصري مباشرة، وانا الذي لا يملك قوته لا يملك ارادته. انا النهاردة ببني دولة عصرية، دولة عايزينها تبقى متكاملة، وفي نفس الوقت مصر من الدول اللي معروف عنها من قديم الأزل أنها دولة الزراعة فيها ركن ركين من أركان الاقتصاد المصري. يبقى إذا كان عندي كل هذه الأمور، كيف أترك هذا الوضع يضيع؟ وإحنا هنا بقى أنت سعادتك عملنا حزبة صغيرة أن عندي كل مليون فدان بيأثر بيحرم 10 مصريين من الغذاء، وأنا بزداد قد إيه يعني طبعًا. يعني دي كارثة بمعنى الكارثة. فإذا أنا بقول يعني اللي إحنا فيه دلوقتي يستوجب الحسم اللي ما فيهوش تراجع، ولكن أنا دائما بقول حسم مع تخطيط مع حلول. الثلاث حاجات دول عشان وتخطيط وحلو. وهنيجي ان شاء الله على كل واحده منهم، ولكن ابدا مثلا بالحسم مع الدكتور مهندس شبل ضحى، وحضرتك مقرر اللجنه المركزيه لقانون التصالح. ازاي باشمهندس شبل القانون كان فيه حزم وحسم في التعامل مع مخالفات البناء؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقه يعني زي ما الساده الزملاء تفضلوا بخطوره الموقف فيما يخص انحصار الأرض الزراعية وحاجة مصر الشديدة إلى الريادة كما كانت، الحقيقة أنا عايز أقول أن هناك أمر آخر شديد الخطورة، وهو أن التعدي على هذه الأرض وهذا البناء تم بطريقة عشوائية. العشوائية يعني لا تم احترام لخط النظر، ولا تم احترام لشوارع، ولا تم احترام لمظهر حضاري، وتحولت المنطقة منطقة الدلتا على وجه الخصوص ومناطق أخرى مش بس إن إحنا خدنا من الأرض، لا، المصيبة الأكبر إن إحنا حولناها إلى مناطق أشبه بالعشوائية، وتحولت شوارعنا إلى زي ما سيادة النائب قال نحن في كارثة. القاهرة اللي كانت واخدة أجمل مدينة وكانت متفوقة على باريس وعلى لندن وشوارع مصر، وكنت حتى حضرتك تشوف الأفلام القديمة ومصورة جمال الشارع وجمال الريف والمظاهر الحضارية الموجودة في القرى حتى والنجوع. العشوائية اللي احنا شفناها من شوية ممكن نشوف الصور تاني بعد بعد إذن حضراتكم. وحضرتك توصف لي مثلا الصورة اللي احنا هنشوفها دي يعني دي في 2003، نفس المكان كان شكله كده في 2003 في 2010 لغاية ما وصلت الكارثة اللي احنا شايفينها في 2020. شوف بعضك البشاعة من الشوارع اللي ما بقاش فيه شوارع، بيت 3 ادوار وبيت 10 ادوار، بيت متشطب وبيت مش متشطب، تمشي في شوارع مصر. والحقيقه العشوائيه ما سابتش لا العاصمه ولا الارياف ولا المحافظات. يعني اكيد الصوره اللي في 2020 دي، البيوت اللازقه في بعضها دي، اكيد لا فيها صرف صحي ولا داخلها مرافق، وقد تكون الكهرباء مسروقه، ولا في ميه شرب عادي، وفي الاخر بيطالب بميه شرب وصرف صحي. عشوائيه كامله. وبرضه زي ما قال سيادة النائب، انا عايز اكد ان مش بس التقنين اللي اتعمل بحسم، اللي اتعمل من شهرين من السيد رئيس الجمهوريه ولاول مره. شوف حضرتك، انا حتى كنت في مجلس النواب قريب مع سياده النائب، وكنا في جلسه استماع استمرت 9 ساعات لهذا تسعة الموضوع. تسع ساعات. انا قلت ان تحيه كبيره جدا، لان انا من عشرات السنين، هي يعني مش مشكله النهارده الحقيقه، المشكله مش بس من ايام الثوره، العشوائيه موجوده بقى لها فتره طويله جدا. نطلع ونرجع وندخل ونقول
نتحصر على مصر، نتحصر على حال المحليات، على عدم الانضباط. في عندنا حاجة اسمها خط النظر، لما بيطلع المنشا على الشارع بينضرب في مرة ونص مثلا عرض الشارع، فبيطلع الشارع كله خط النظر واحد، واجهات بلون معين، وده اللي كان موجود في القاهرة والاسكندرية ومن ايام يمكن حتى العهد الملكي والايام الاحتلال الانجليزي، ثم جت بعد ذلك ثورة مصر الحديثة، ثم الخمسينات والستينات كانت من ارقى ما يكون، الى ان بدأنا يمكن اعتقد من اوائل السبعينات واحنا بدأ المنحنى ينحدر في هذه العشوائية القبيحة. نسافر ونرجع نتحصر، طب بمصر يعني ارقى المدن، ربنا حبانا بالسياحة وجمال الطبيعة والمناظر، فكان يجب فعلا حسم في تقنين المخالفات، وقف تراخيص البناء، وتحية كبيرة جدا للقيادة السياسية في هذا الأمر، ونقطة ومن أول السطر لإعادة الانضباط للشارع المصري، إعادة انضباط قوانين البناء ومراجعتها، ودور كل الأجهزة بما فيهم نقابة المهندسين للتعاون في هذا الملف الهام. اسمحوا لنا نتحول لدكتور محمود غيث. دكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية لتخطيط العمراني وأستاذ التخطيط بجامعة الأزهر. دكتور محمود بعد التحية وحضرتك معانا عبر الهاتف، الصور مش عارف حضرتك شفت معانا الصور دي أو لا، في النمو العشوائي على الأرض الزراعية، خطورة هذا الأمر وإزاي نقدر النهاردة بعد ما وصلنا إلى هذه الصورة الكارثية في 2020 من التعدي على الأرض الزراعية وهذا البناء المخالف، إزاي نقدر نعالج هذا الأمر؟ اتفضل يا فندم. الحقيقة أنا بحيي كل الأساتذة الأفاضل الموجودين مع حضرتك، وكل حد من حضراتهم قدم فعلا جانب صحيح من توصيف المشكلة وأساليب التعامل معها، وأنا كل اللي اتقال ده بعتبر أنا مكمل لهذا الذي قيل. يعني فضل أولا إحنا في مرحلة كان بيغيب عننا المخططات، ما فيش أي تجمع بينمو بطريقة بعيدة تماما عن أي مخطط. يعني إحنا بنقسم البناء إلى ثلاث حالات، مخطط عشوائي تلقائي، نقدر نقول إن 90% من العمران المصري كان قائم هو تلقائي، يعني بينشأ بدون مخطط. احنا لأول مرة يبقى في عندنا خريطة للقرية المصرية لما ابتدينا بسنة 2000، والجامعات والدنيا كلها شاركت في إعداد المخططات للقرى، فكنا سعداء بمجرد وجود خريطة بترصد الواقع الموجود. احنا الحقيقة في نقطتين عايز أقول لحضرتك. فضل. احنا في السنين الطويلة دي غابت الخطط، غاب الاقتداء بالخطط، الحكومات كانت هي المخالف الرئيسي، كانت هي القدوة للناس في المخالفة، خلينا نكرر بهذه الحقيقة. دي في الفترة يا فندم من 2000 ل 2010 مثلا؟ لا، ده من أول نشأة مدينة نصر وحضرتك الجهاز المركزي والمباني مدينة نصر، ومدينة نصر كلها كانت موضوع ليها خطة، وأول خطة عملت لمدينة نصر. تعال نشوف مين المخالف الرئيسي في مدينة نصر، القدوة الدولة. كل مباني الدولة في مدينة نصر مخالفة لاشتراطات البناء، وبالتالي الناس اعتبرت ان هذا تصريح بالمخالفة. ايضا تعال حضرتك في التاريخ الطويل ده كله، انا لا اتكلم عن فترة معينة ولكن الوقت كله، كل الخدمات الحكومية، كل الحكومات الحكومية في القرى أو التجمعات بنيت على أراضي زراعية، فكانت هذه قدوة. إذن لا استغرب أن الأهالي وكل الناس اتجهت للاقتراب من هذه المباني الخدمية والطرق بمنتهى الحرية، وهذا التراكم لسنين طويلة. أنا الحقيقة عايز أقول نقطة. طيب اعتراف الدولة، ما أنا آسف دكتور محمود، اعتراف الدولة بهذه الأخطاء، واعتراف حتى الرئيس مؤخرا بان الدوله كان لها اخطاء في التعامل مع هذا الملف، هل هذا الاعتراف حضرتك شايف ان هو بيضعنا على الطريق الصحيح، وان الدوله بالفعل بدات تغير من طريقه تعاملها مع ملف البناء على الاراضي الزراعيه خصوصا؟ يعني ابدا ابدا ابدا. انا اسف الصوت مش سامع صوت حضرتك. كنت بسال حضرتك يعني اعتراف الدوله الان بهذا الامر، ان كان في يعني كان في قصور في التعامل في هذا الملف، وان اتسمح للناس انها تبني بشكل مخالف وتتعدى على الارض الزراعيه، هل هذا الاعتراف حضرتك شايف النهارده بيحل الازمه او بيضعنا على الطريق الصحيح للحل؟ القضيه ليست اعتراف، ليست الاعتراف انا مدان وانا متهم.
احنا دلوقتي حضرتك قضية تراكمت عشرات السنين زي ما الأساتذة الأجلاء قالوا، هل يعقل ان انا النهاردة استطيع ان احلها تماما وفجأة خلال شهور او سنة؟ احنا برضو محتاجين تدرج في الحل. وانا عايز اقول لحضرتك انا يعني مش عايز اقول كلام هو فلسفي، لا ده كلام واقعي. اي حل عمراني اجتماعي اقتصادي بيحتاج وقت تمام عشان ينضج، بيبقى فيه تراكم صحيح وطبقة صحيح على طبقة. حتى البعد الاجتماعي انا النهاردة لما اجي اقول هعمل مدينة خلصها في سنتين وهذا كلام لا يمكن، في حاجة اسمها النضج لهذا التجمع سواء عمراني او اجتماعي او اقتصادي. طبعا يا فندم بيبقى في تدرج في الحلول، بس فكره ان يبقى في خطوه يتاخد خطوه، وهو ده اللي احنا على الاقل يعني واقفين عليه. فانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود غيث، واستاذكم نخرج لفاصل ونرجع بقى نشوف التاكيد الحكومه النهارده ان مفيش مد بعد نهايه شهر 9 وان الناس قدامها فرصه 30 يوم دي عشان توفق اوضاعها. ارجوكم خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره اخرى، ولسه بنتناقش مع ضيوفنا الكرام الحلول للوضع اللي احنا فيه في تاكل الارض الزراعيه اللي بدات تاثر على الارض. الارض بدات تقل زي ما سمعنا كده في الجزء اللي فات، وحتى دكتور محمود غيث رئيس الجامعه المصريه للتخطيط العمراني بيقول اي حاجه بتحتاج وقت. فارجع تاني لضيوف الكرام في الاستوديو واسال دكتور محمد القرش معاون وزير الزراعه. يا دكتور محمد، بما ان في وقت وده امر مرتبط برضه بالناحيه الاجتماعيه، يعني اهالينا الموجودين في الريف هو في النهايه مش معقول اكون مثلا في شبين الكوم وعايز يبني لابنه بيت او يسكن ابنه في شقه يروح يوديه مثلا شيخ زايد، يعني اكيد مش او مدينه السادات، يعني عايز يبقى جنبه. فازاي وزاره الزراعه والدوله بتنظر الى هذا البعد، البعد الاجتماعي اللي عايز يسكن ده وهو في قلب البحيره الزقازيق الدقهليه الغربيه المنوفيه يسكن فين؟ طيب يعني خلينا الاول بس نفرق بين حاجتين. الحاجة الأولانية احنا عايزين نحافظ على الرقعة الزراعية بتاعتنا دي عشان نوفر أمن غذائي للمواطن، لأن اللي هيسكن النهاردة هيعوز ياكل بكرة وهيعوز يأكل أولاده بكرة، فاحنا لازم نوفر له المساحة اللي تكفيه وتكفي أجيال أخرى قادمة في المستقبل. فخلينا نقول دي أول حاجة بنعملها، إن احنا بنوقف المخالفات. معالي الوزير أصدر تكليفات للعاملين في حماية الأراضي والعاملين في الجمعيات الزراعية إن المخالفة بمجرد رصد وجود معدات هتستخدم في البناء، مش إن يطلع منشأ ويسكن فيه ناس بعد كده نعتبر فيه مخالفه موجوده. المخالفه هي بمجرد رصد المعدات اللي هتستخدم في البناء. طب اسمح لي اقول لحضرتك دكتور محمد علشان اسف يعني، طب ليه ما كانش بيحصل ده من زمان؟ ليه استنينا لما ده يجي من رئيس الجمهوريه؟ ليه الاجهزه دي ما كانتش بتشتغل من زمان؟ ليه البرلمان ما كانش بيعمل ده من زمان؟ ليه نقابه المهندسين ما كانتش بتتدخل من زمان؟ الحقيقة يعني ما كان فيه فعلا نوع من أنواع التراخي، يمكن بعض الحكومات ما كانتش بتنظر إلى هذا الملف. خلينا نقول كمان برضو الحقيقة القيادة السياسية وضعت ملف الأمن الغذائي وتأمين الأجيال المستقبلية والأجيال القادمة وأن احنا نوفر لهم احتياجاتهم أولوية أولى، مش الأولوية أن احنا نراضي الشعب النهاردة بحاجات صغيرة وتخسرنا فيما بعد حاجات كبيرة. فالقيادة السياسية لما بتحط ده أولوية أولى فكل الأجهزة بتتحرك في هذا الملف كأولوية أولى. برضو كمان الحكومة المصرية النهاردة بتتعامل كلها من هذا المنطلق، إن في تكاتف وفي تعاون علشان خاطر نلبي احتياجات المواطن المصري النهاردة وفي المستقبل، وبالتالي في استثمارات كبيرة جدا بتضخ في هذا الملف في هذا المجال، مجال توفير الأمن الغذائي. وأكيد حضرتك بنشوف المبادرات بتاعت 100,000 فدان صواب زراعية، 1.5 مليون فدان زراعات جديدة، ومليون رأس ماشية، مزارع الإنتاج الحيواني والإنتاج السمكي والإنتاج الداجني، كل هذه الأمور علشان خاطر نوفر احتياجات المواطن مستقبلا. وبالتالي كمان بيساعدنا في هذا الملف دلوقتي إن احنا أصبح عندنا قاعدة معلومات وبنية تحتية للتحول الرقمي بتقوم بيها الدولة وبتقوم بيها الوزارات كلهم في مجال تخصصه علشان يقدروا يرصدوا هذه التعديات وهذه المخالفات. المسح الجوي اليوم مثلا اللي بيحصل ده شيء عظيم، مسح يعني جوي من الفضاء يعني ده بالظبط. بقى عندنا دلوقتي مركز التغيرات المكانيه ده بيرصد يوميا، يجيب كل يوم صوره ونرصد التعديات اللي موجوده. ده في تنسيق بيحصل بين وزاره الزراعه وبين المركز. كمان وزاره الزراعه بتبدا تعمل منظومه بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع وزاره الاتصالات علشان نقدر نتابع ونشوف التغيرات اللي بتحدث على الارض ونقدر نرصد اي تعدي على الرقعه الزراعيه. كل ده هدفنا فيه ان احنا مش نستنى ما يطلع منشاه ويبقى مسكون بالناس وفي ناس قاعده فيه. اول ما يحط طوبه بالظبط خلاط الزلط ولا الاسمنت يقرب ناحيه الارض بالظبط. والتكليف واضح لكل الناس اللي عاملين في منظومه الزراعه ان الاخطار
الفوري بمجرد رصد وجود المعدات والإبلاغ الفوري والتعامل مع هذا الموقف، واعتبار دي هي المخالفة مش المخالفة وجود الناس، عشان نحافظ على البعد المجتمعي اللي موجود لدى المواطنين. طبعا. طيب أروح لسيادة النائب. سيادة النائب إسماعيل، النهاردة شفنا سيادة رئيس مجلس الوزراء بيقول ما فيش تهاون، أخرنا الشهر شهر 9 اللي هيبدأ بكرة ده، يعني قدام أي مخالف 30 يوم. السؤال النهاردة بنتكلم، حتى رئيس أشار إلى أن التصالح حتى الآن 10%، بس طب فين 90%؟ إيه موقف 90% دول يوم 11؟ إيه اللي هيحصل وفقا للقانون اللي حضرتك كنت جزء من إعداده؟ في الحقيقة يعني أنا بقول أن احنا لما بقول قدام مشكلة كبرى، كان أحد الحلول ليها أن أنا أقلص من تراكمات على مدار أكتر من 50 سنة، والحل الوحيد أني لابد أن أوقف هذا الشكل الغير منظم، أنا مش عايز أسميه يعني ألفاظ أخرى، لكن كان لازم. فقانون التصالح اتعمل على أساس يدي نوع من التصالح بين الدولة وتطبيق القانون والمواطن اللي لجأ لهذه المخالفة سواء بإرادته أو لظروف أخرى زي صعوبة استخراج التراخيص ووضع نصوص غير منطقية وغير مقبولة، وبعض الموظفين الذين ماتت ضمائرهم في المحليات اللي بيجبر الناس على انها تدفع من فوق الترابيزه وتحت الترابيزه، او حتى دور الدوله في انها توفر سكن، يعني دور الدوله لسنين في انها توفر سكن كان في تراجع، كان يعني في تراجع. ما انا بقول العقود الخمسه السابقه دي فعلا كانت من يعني للامانه كانت فعلا هي احد الاسباب الرئيسيه اللي ادت الى التفاقم. طيب بنقول بقى ايه اللي عملناه؟ قانون التصالح ده انا بقول العشرة في المية سببها ايه؟ احنا كمجلس نواب لقينا على الارض لما صدر القانون وجيت عند التنفيذ وجدنا فعلا على الارض هناك سلبيات كثيره جدا كان لابد من تعديلها وتصليحها، وده اللي حصل ان احنا في اول هذا العام عملنا تعديل للقانون نفسه بتاع التصالح، وعملنا لائحة تنفيذية اخرى عملت كل ما يمكن ان يساعد على انجاح هذا القانون، لانه على فكرة لازم الناس تعرف ان هذا قانون مؤقت له مدة وهينتهي، لا يمكن مش هستمر، عشان كده رئيس الوزراء لما بيقول 30/9 آخر موعد لأنه قانون مؤقت يعني لن يستمر بعد هذا التاريخ، خلاص القانون يعني ينتهي، يعني بعد 30/9 مفيش قانون اسمه تصالح، مفيش قانون اسمه تصالح خلاص، يعني في الحالة دي لا يوجد تصالح ولكن إزالة من يوم 11، إزالة أو قطع مرافق أو قطع مرافق بس أنا بقول من خلال برنامجك انا بطالب كل الاجهزه اللي شغاله، وطبعا معانا معالي يعني ممثل نقابه المهندسين، انا اطلب من كل الجهات ان تتعاون في سرعه انجاز موضوعات التصالح. ليه؟ عشان ما اديش بقى اي فرصه لتاخير هذا الموضوع، لانه هيعمل لي فايده ايجابيه، المبالغ اللي هتتحصل من التصالح مش هتتحط في جيب الحكومه، ده هتتحول إلى مبالغ لتحسين الصرف الصحي وتحسين شبكات المية، اللي أصلا المباني التي تمت بالمخالفة عملت ضغوط عليها بالزبط. أنا النهاردة البنية الأساسية اللي موجودة موجودة في الشوارع على أساس القواعد المعمول بيها، يعني الشارع ده عرضه يسمح بخمس أدوار، اللي جه عمل 10 أدوار عمل لي كارثة، عمل ضغط على المرافق، على المرافق كلها. يبقى لابد هذه الشبكات لازم محتاجة تعديل وصيانة. تمام. عشان كده انا بقول ان انا بطالب ان احنا فعلا اخر حد لهذا الموضوع وهو 30/9، لان لن يسمح باي مخالفات بعد كده. تمام. باشمهندس الشبل اتفضل تعليق سيادتك على ده. والله يا فندم يعني زي ما سيادة النائب قال واحنا معالي نائب الوزير، احنا كان قابة مهندسين يمكن النهارده انا طالع من جاي من جلسة مجلس اعلى، وفعلا لما عرفنا ان المد فاحنا فتحنا ان مفيش مد ان مفيش مد قفل المد يعني،
احنا طبعا عندنا ضوابط في مزاولة المهنة العمل الاستشاري، فاحنا النهاردة زودنا فتحنا الكميات للسادة المنسية الشاريين والمكاتب وبيوت الخبرة في انها تعمل اعداد اكبر. عملنا تسهيلات بالتوازي مع اللائحة التنفيذية الجديدة اللي صدرت من مجلس النواب، وبقول ان فعلا ان فرصة هذا الشهر ان انا فعلا من هذا البرنامج بهيب بالجميع التصالح، وعندي سبب اخر غير ان انت بتحمي نفسك وبتحمي اسرتك، ان انا النهارده بوثق 3 مليون منشأ. انا عندي ما يخرج من 3 مليون الى 3.5 مليون منشأ مخالف، ما عنديش لهم ورق، ما عنديش لهم ضوابط، ما عنديش لهم سلامة إنشائية. من الممكن جدا في ظل هذه اللخبطة مع هزة أرضية فالق أرضي تلاقي كتلة كاملة سكنية، ولا عندي مرافق لو حصل قدر القانون حريقة، ما عنديش أي قدرة. قانون النهاردة قال لك سلامة إنشائية، قال لك رسومات معمارية، روح هات الملف وثق. فأنا بوثق 3 مليون منشأ وفقا لضوابط، وعندي 8 محاذير ما بصالحش عليها لاعتداء على خطوط التنظيم، قيد الارتفاع، بناء على أراضي. فهذه فرصة للمواطن أن خلال هذا الشهر بسرعة يتوجه إلى الحي جديد التصالح. وبرضو عايز أقول حتى سيادة النائب أن أنا برضو حتة المخططات أنا عندي في جزء داخل الحيز وخارج الحيز، أتمنى أن المخططات بتاعت خارج الحيز وربطها بالحيز من خلال شوارع ومظهر حضاري يتم بسرعة، عشان لما اجي اتصالح مع منشأ في الأطراف اعرف هو هيرتبط ازاي، ما اتصالحش مع منشأ وفجأة نوقف الشارع. يعني عموما لازم الناس تروح، يعني قدامنا شهر على الأقل، اللي ملحقش يوفق أوضاعه يوفق أوضاعه، لأن بعد كده الإجراءات هتكون مختلفة، القانون هيكون انتهى زمن مدى الاستفادة. أنا بقول للمواطن مدى النهاردة هتستفيد خلال شهر 9 وتدفع مبالغ زايدة وأصبحت معاك بتدخل مبالغ. بس عايز أقول كلمة، أرجوك لأن وقت انتهى. عارفين لا بسرعة، تخيل ان التصالح بيدي فرصة، لو في قضية عليك كمواطن هتقف القضية ولا تستمر، لو عليك حكم صدر وانت اتصالحت هيلغى الحكم. صحيح. ويبقى انت صحيح. في صحيح. ميزة اكتر صحيح. من كده ايه؟ خلي 90% دول يسرعوا بها. بالضبط. انا بشكر سيادتك فندم، شكرا جزيلا. سيادة النائب اسماعيل نصر الدين شكرا جزيلا. دكتور مهندس شبل ضحى شكرا جزيلا لحضرتك فندم، شرفتني. وقدر شكر موصول للدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والصلاح الاراضي، كل الشكر دكتور محمد. شكرا شرفتني. شكرا جزيلا لحضراتكم، شكر موصول لحضراتكم، نشوفكم ان شاء الله بكره على كل خير، الى اللقاء.